محسن، قبل ما نتكلم على يعني بالتفصيل على اهم المباريات في الجوله الثانيه من البريمير ليج، عايز اعرف متابعتك خلال الجوله الثانيه بعد نهايه الجوله الثانيه. يمكن لسه ليفربول هيلعب مع كريستال بالاس الساعه 9، رؤيتك الشامله كده لبدايه للبريمير ليج للسيزون ده. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بصراحه البريمير ليج اوفى بعهده، وده هو دائما بصراحه بيوفى بعهود، مش حتى الجوله الثانيه، كمان من الجوله الاولى بصراحه هو من البدايه يعني بيعبر عن نفسه خير وتعبير. مباريات تقيله جدا، ما فيش فرق ما بين صغير وكبير، كلنا شفنا فولهام عمل ايه مع ليفربول، تعادل بشق الانفس، مباراه كانت مثيره. بقيه المباريات اليونايتد بتغلب على ارضه، يعني ما فيش اي ثوابت خالص في الدور الانجليزي الصغير زي الكبير حديث العهد، لسه زي البطل، الدنيا ما عندهمش فوارق كبير بصراحه. نقدر اقول لك كده بالبلد، لو حاطط البريمير ليج يعني الدوريات الخمس الكبرى سواء الانجليزي الايطالي الاسباني الالماني الفرنسي، لو الدور الانجليزي لوحده في كفه يوزن الاربعه التانيين، بل بالعكس يوزن كل دوريات العالم بكل امانه. هو يعني انا دايما بشبهه بقول عليه كاس عالم كل سنه، بل اقوى من كاس العالم. كاس العالم كلنا عارفين لازم حسب مناطق معينه دول معينه لازم تبقى موجوده زي افريقيا زي اسيا، لكن في النهايه الدوري الانجليزي ده بصراحه خلاصه كره القدم في العالم بكل امانه. الدوري الانجليزي اوفى بعهده ودائما ابدا يوفي بعهده. امال رونالدو عايز يخرج من البريمير ليج يعني اي حد. مشكله المان يونايتد شفتها ازاي؟ هل كنت تتوقع هذه البدايه للمان يونايتد؟ هل كنت تتوقع هذا التصرف، وان يوصل يوم من الايام ان انديه كثيره جدا بترفض انضمام رونالدو؟ شايف المان يونايتد ازاي، وشايف الكيس بتاع كريستيانو عامل ازاي مع المان يونايتد؟ المتتبع مانشستر يونايتد منذ عهد رحيل أليكس فيرجسون واخر بطوله اخذوها كان اخر دوري يعني من 2013 تسع سنين، يتاكد ان ده كان هيحصل، لان هم المشكله في وجهه نظري في مانشستر يونايتد تحديدا مش في الجهاز الفني وفي اللعيبه، لا المشكله عندهم في العقل المفكر الاداره آلا جليزر الامريكان، اللي هم المتحكمين يعني او اصحاب النادي، هم اللي عندهم تحس ان هم يعني انتوا يا جماعه مش عايشين في الدور الانجليزي. يعني مثلا لما يكون المنافس التقليدي بتاعه او الجار الغريم التقليدي اللي هو مانشستر سيتي بيجيب واحد زي هالاند، لما يكون ليفربول بيجيب نونيز وهو مش بيفكر خالص في الحاجات دي، يعني حضرتك تعلم ان هو دخل في صفقه نونيز بس توقف عند 50 مليون في حين، طب ده كده انت كده عايز تنافس يعني؟ وساب بقى الساحه ليفربول خده في الاخر ب 75 او 80 مليون يورو على ما اتذكر او استرليني، ما هو دي مش منافسه، انت كده مش داخل تنافس. مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي دخل يهرج بكل امانه، داخل يهزر بصراحه. وبعدين يعني الدوري الانجليزي ما فيهوش هزار، انت اديك شايف الدنيا عامله ازاي يعني. كمان نونيز كان الاختيار الاول بالنسبه لهم، كان اختيار رقم واحد، طب بيحطوا اثنين يعني اي وبي وسي. اي كان نونيز راح، تخيل كان بي كان مهاجم اياكس انتوني برضو ما جابوهوش، السي كان بنجامين سيسوكو تقريبا برضه ما جابوهوش. في النهايه مش يعني دي خطط ناس داخله تهرج في الاخر. انا في وجهه نظري لو استمر يونايتد بالشكل ده يستحق، مش بس يخرج، يستحق ان يخرج على مستوى الاداره الفنيه طبعا. يعني قبل طبعا كل الناس بتتكلم انه مدرب هايل، مدير فني على مستوى عالي جدا، عمل يعني شغل كبير جدا مع اياكس، ولكن وكان الناس متوسمه خير لكن واضح كمان انه تنهج يعني زي ما بتقول كده مفيش حاجه في ايديه، وما كان قبل كده مورينيو والاسماء برضو كبيره، لكن وفان جال، لكن هي المشكله زي ما قلت حضرتك في اللعيبه. انتوا يعني ده تلاحظ برضو في السنين الاخيره دايما بتعاقدوا مع لعيبه كبار في السن، يعني كان كافاني تقريبا، وكان ايجالو النيجيري، وحتى رونالدو يعني في النهايه برضو انت متعاقد مع 36 سنه، انت برضو بتهرج. إريكسن، كريستيان إريكسن بالظبط، يعني انت داخل بتهرج في النهايه. دي نتيجه طبيعيه تماما تماما تماما. واذا كان الناس زعلانه او محب اليونايتد وجمهور مانشستر يونايتد كان زعلان على ان هو السنه اللي فاتت مركز سادس، ما اعتقدش انه هيوصل للمركز ده يعني بكل امانه، ممكن يتحسروا على ايام رالف رانجنيك. وانت شايف كده الرقم كبير يعني، لو ترجع لنا كده الصفحه اللي فاتت والرقم كبير بتتكلم على مانشستر يونايتد والهزيمه
4-0، وال 4-0 ده كان في اول 35 دقيقه، اول 35 دقيقه يعني. فده بيدل ان لا المان والقادم اسوأ، القادم اسوأ عندك زي النهارده مباراه ليفربول القادم اسوأ، دي ناس داخله ما بتهرجش حتى اذا كان مثلا فريق ليفربول، والحديث طبعا هيجي عنه اذا كان فقد نقطتين في اول مباراه، لكن في النهايه بيجمع نقاط. لكن انت داخل عايز اقول لك يا كابتن ان مانشستر يونايتد فقد هيبته في ان هو ما بقاش النادي اللي اللاعب عايز تروح له عشان دي جنه كره القدم، ما بقاش ده خلاص يعني خلاص. تخيل ده اكتر نادي حصل على البريمير ليج يعني من كل انديه الدوري الانجليزي، هو اكتر نادي حصل عليها منذ انشائه، خلاص هو فقد كل الكلام ده، ما بقاش حتى يشارك في بطولات اوروبا، يعني قريبا مش هيشارك في البريمير ليج في الاوروبا ليج، وممكن حتى في دور المؤتمر ما يلحقش. فرانك دي يونج حتى نجم برشلونه كان متواجد بشكل مباشر للمان يونايتد، اعتقد دلوقتي في خطوتين لورا يعني، لا 100 خطوه لورا ما حدش يروح يعني. يعني انا اعتقد مثلا حضرتك بتتكلمي بقى على رونالدو ظلم نفسه لما راح اليونايتد، واللي قاله روح اليونايتد بس هو قد موسم كويس يعني ماشي على مستوى الاهداف على مستوى الاسيست، عنده فرصه 15 يوم، عنده فرصه 15 يوم يلحق يمشي، لان المركبه دي بس هو عايز يروح نادي بيلعب في دوري ابطال اوروبا، عنده بروسيا دورتموند يعني الوحيد اللي ممكن يتنازل شويه العقليه الالمانيه، انا بقول لك من دلوقتي صعب شويه. طيب تعال نخش زي ما اتكلمنا ان المان يونايتد خسر 4-0 كمان، حامل اللقب السيتي بيفوز 4-0 طبعا على الوافد الجديد للبريمير ليج، ولكن نتيجه كبيره، نتيجه تقول لك ان لا يعني المان سيتي ما زال هو المرشح الاقوى لغايه دلوقتي بالظبط يعني حتى لسه بدري، لكن واضح جدا من حتى لما يعني ايه هرجع سنه بس لمانشستر يونايتد، مش بس الهزيمه اللي هي المخزيه، لا كمان انت ما رحتش للجون يعني ما عملتش حاجه. الشيء بالشيء يذكر هنا في السيتي، انت مقدم كسبان 4 بس انت طول الماتش مسيطر، بتضيع اهداف، يمكن هالاند ما سجلش المره دي في الجوله دي، لكن ضيع فرصتين كان يقدر يسجل. النتيجه سهله جدا مع مانشستر سيتي، كان يقدر يكسب 6-0 و7-0 بصراحه. سيتي ناوي بص محاولات على المرمى 18 محاوله بالظبط، ما بينها 8 ما بين القوام العرض، بتتكلم في المقابل 3-1، لا بتتكلم على نسبه استحواذ عاليه جدا وصلت يمكن ل 70%، فالارقام دي ده ما بيهركش بقى ده بقى اللي ما بيهركش، ده ما بيهركش، داخل عارف ان هو مش بس مسيطر على بطوله الدوري، لا ده هو اصلا خد بطوله الدوري السنه اللي فاتت في اخر ربع ساعه من البطوله، مش في اخر ماتش ولا في اخر اسبوعين ثلاثه، لا ده خدها في اخر 10 دقائق وربع ساعه. طبعا لو حضرتك تتذكر المباراه كانت تقريبا مع شيفيلد يونايتد مش متذكر، وكان الاحداث الدراميه بتاعتها في صحيح. اخر دقائق لما مغلوب 2-0 وبعدين جابوا الهدف الاول ثم التعادل ثم كسب 3-2، برده كانت على المحك يعني نقطه واحده تطيره تخلي ليفربول يفوز. فهو عارف كويس جدا ان المنافسه مش سهله مع فريق زي ليفربول، مع فريق زي تشيلسي، مع فريق السنه دي غريب جدا زي ارسنال، عارف المنافسه مش سهله، عشان كده النقطه لها يعني تقلها ذهب، ده يعني معدي الذهب كمان تقلها ماس صحيح. فده فريق ما بيهرجش، بيبين لك مش مجرد انه يكسب، طبيعي جدا سيتي يكسب ويكسب 4 كمان، لكن هي لا واضح انه عازم ان هو اكتر من كده يعني، لا ده مصمم زي ما قلت لحضرتك فريق ما بيهرجش بعكس. اهلا بحضراتكم مره تانية وعوده مع حضراتكم مع البوندسليجا، وعشان نتكلم على البوندسليجا هيكون معانا عبر سكايب طبعا نجم كبير جدا جدا مايكل ريشكا، المدير الفني السابق لانديه كثيره في الدوري الالماني على مستوى بايرن ميونخ، على مستوى باير ليفركوزن، على مستوى شالكا. مايكل بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. مساء الخير. مساء الخير هاني، قبل كل شيء شكرا لكم وتهنئة من مصر، من ألمانيا إلى مصر وإلى قناة الأهلي، لأن أعشق النادي الأهلي وأعشق الكرة المصرية، وأعلم جيدا قيمة النادي الأهلي كأكبر الأندية في قارة أفريقيا وفي مصر، وهذا فخر وشرف لي تواجد على قناة عظيمة مثل قناة النادي الأهلي، النادي الذي له صاع كبير في أوروبا وفي العالم أجمع. شكرا لكم. احنا كمان سعداء بوجود طبعا مدير فني كبير بقيمتك على مستوى الإدارة الفنية، وعشان كده ميشائيل عايز أسألك عن رؤيتك مع انطلاق يعني أو نهاية الجولة الثانية من البوندسليغا، ما زال البايرن ودورتموند الفريقين الوحيدين اللي حققوا 6 نقاط، هل تاني سيكون البايرن ودورتموند هما المنافسين الاوحد في البوندسليغا لهذا السيزون؟ دعنا نتحدث عن الجوله الاولى. بالنسبه للجوله الاولى
شاهدنا رائع، مستوى رائع عظيم من بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، لكن بايرن ميونخ كان الأروع وكان الأفضل في الجولة الأولى. لكن أعتقد أن بايرن ميونخ سيواصل هيمنته من خلال ما شاهدناه أيضا في الجولة الثانية في البوندسليغا. لكن أتمنى أن تكون هناك منافسة من جميع الفرق الأربعة الكبار من أجل مشاهدة بوندسليغا رائعة ودور رائع يليق بالكرة الألمانية ويليق بكل المدربين. لكن أعتقد أن جميع الستاف وجميع المدربين في الكرة الألمانية يستحقون التحية، لأننا رأينا نسخة وسنشاهد ونعد الجميع بنسخة كبيرة في البوندسليغا. أكيد لو بنتكلم على البايرن أكيد نتكلم كمان على الصفقات الجديدة للبايرن، ورأسها طبعا ساديو ماني بعد رحيل ليفاندوفسكي. عايز أعرف رأيك في أداء ساديو ماني والانتقال من ليفربول لدوري يمكن يكون مختلف شوية عن البريمير ليج، الريتم مختلف يمكن على مستوى الشعبية، أكيد الدوري الألماني دوري قوي، ولكن شايف لغاية دلوقتي إزاي أداء ساديو ماني مع بايرن ميونخ؟ أنت على حق. بالنسبة لساديو ماني كما ذكرت لاعب رائع قدم أداء عظيم عندما كان في ليفربول مع مو صلاح وكانوا ثنائي رائع لفريق الريدز، لكن انتقال ساديو ماني إلى البوندسليغا انتقال كبير وانتقال عظيم سيزيد من قيمة الدوري الألماني، وأعتقد أنه لاعب رائع يلعب لبايرن ميونخ الآن. برضه ميشيل عايز اعرف رايك في امتى يعني سيفوز احد الانديه الالمانيه طبعا بدوري ابطال اوروبا. بنتكلم على البايرن وكان قريب المواسم الماضيه ولكن لم يفز بها، هل الجاب او الفارق واسع ما بين الكره الالمانيه وخلينا نتكلم على البوندس ليجا والبريمير ليج هو دوت اللي بيقوي فرص فرق البريمير ليج، ام البايرن بالصفقات الجديدة بالبداية الرائعة للبوندسليغا يكون كمان قادر للفوز بدوري أبطال أوروبا؟ أعتقد أن كل عام هناك مرشحين خمس وأكس وست فرق مرشحين للفوز بالتشامبيونز ليج. إذا ما تحدثنا عن البريمير ليج نتحدث عن مانشستر سيتي، ليفربول، عن تشيلسي، وإذا ما تحدثنا عن الأندية الألمانية يكون البايرن دورتموند أكثر المرشحين. لكن أعتقد أن بايرن ميونخ دائما هو مرشح للفوز بالتشامبيونز ليج ولا يجب أن نتجاهل كبير بافاريا. لكن أنت متابع وكنت لاعب في الدوري الألماني، الأشياء تغيرت في ألمانيا السنوات الماضية، لكن إذا ما تحدثنا عن هذه الأيام من الفرق التي يملك لاعبين كبار ذات كواليتي قد يفوز بالتشامبيونز ليج؟ لأن التشامبيونز ليج له خصائص، لا يجب أن تسيطر على الدوري، وليس هناك معنى أن تكون بطل الدوري أن تفوز بالتشامبيونز ليج. لكن البطولة بطولة التشامبيونز ليج هناك تفاصيل ضئيلة وقليلة جدا هي من تحسم الأمور، لكن هناك أكثر من 6 و7 فرق مرشحين للفوز. طب قبل ما نروح للبريمير ليج ويمكن اللقطة الشهيرة على مستوى أوروبا توخيل وكونتي، عايز أعرف ميشائيل أنت بتشجع مين في ألمانيا؟ أنهي نادي بتشجعه؟ كما تعلم أنا كنت أكثر من 3 سنوات مدير فني لباير ليفركوزن، وذهبت إلى أكثر من 3 سنوات في شتوتغارت، وكنت مع بايرن ميونخ لأكثر من عام. كانت رحلة عظيمة مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عندما كان مدرب للبافاير. أنا أعشق كل الفرق ولا تضعني في مأزق، أشجع العديد من الفرق الألمانية. أنا أعشق كل الفرق التي دربتها وكل الفرق التي لعبت فيها، لكن أعتقد أن بالنسبة لي الفريق الذي نشأت فيه صعب عندما تسأل مدرب لعبة ودرب في 3 أكثر فرق، لكن تستطيع أن تقول
اشجع بعض الفرق وكل الفرق التي دربتها. واعتقد ان ايضا احب واعشق فريق هامبورغ لان هامبورغ لديها العديد من اللاعبين الذين يصيرون اعجابي، وايضا جماهير هامبورغ لديها مكانه خاصه في قلبي. لو جبنا سيره هامبورغ اكيد هتبلغنا وتقول لنا كمان عن موهبه مصريه بتلعب في الهامبورغ، لعيب مصري مميز جدا، ويمكن قبل الهوا من خلال متابعتي عرفت انك يعني عينيك على لاعب مميز جدا، لاعب مصري، عايز اعرف اكتر عن هذا اللاعب المصري ميشيل. كما تعلم دربت العديد من الأندية الألمانية والأندية الأوروبية الكبيرة، واهتم دائما بالأكاديميات والناشئين، واتابع الناشئين اكثر من اللاعبين الكبار، ولا تستغرب من ذلك. لكن بالنسبة لي أريد أن أقول لمصر أن لديكم موهبة عظيمة، عمر ماجد يلعب في هامبورغ ولديه رقم قياسي عظيم كأصغر شاب ولاعب ناشئ يلعب ويتم تصعيده لفريق هامبورغ الفيرست تيم الفريق الأول، وأنا متأكد أن هذه الموهبة قد تغزو أوروبا ليس فقط ألمانيا. يجب أن تحافظوا على هذا اللاعب لأنه سيساعد هامبورغ كثيرا في البوندسليغا، ولديه موهبة عظيمة. أعتقد أن يجب على المصريين أن يقومون بمتابعة هذا اللاعب، ليس فقط هو بل المصريين في ألمانيا كثر ويجب متابعتهم. ميشيل أكيد أنا هكون على اتصال بيك بعد الحلقة مباشرة، لأن أنت تتكلم في جزء مهم جدا، لاعب مصري بهذا القدر ومن يعني إشادة من مدير فني كبير زيك لازم يعني ياخد كل الاهتمام. ميشيل بنشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله لينا لقاءات أكيد تاني على شاشة قناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا. شكرا لكم، شكرا لكم، وسهرة سعيدة. اهلا بحضراتكم مره تانية. محسن مدرب كبير ميشيل، طبعا درب البايرن وليفركوزن وشتوتغارت وشالكا، بيقول على لاعب اسمه عمر مجيد، لاعب مصري بيلعب في هامبورغ ومستقبله مستقبل كبير جدا. ايه رايك ونشتغل ازاي على الجزئيه ديت عشان عندنا قدمنا هنا في المحترف لغايه دلوقتي 4 أو 5 لعيبه بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه. جميل والله يا كابتن، انت في الاساس الناس الكره المصريه بتدور على الاحتراف عشان اللعيبه تقدر تتاقلم على اوروبا والبطولات الكبيره. برافو عليك. ويقدروا يودوك بقى كاس عالم اللي هي البطولات العالميه، ده اوريدي جاي لك جاهز يعني. حتى هو قال كلمه مهمه جدا، سيبك من ان هو موهوب او هو عينه عليه، لكن قالك ده اصغر ناشئ تم تصعيده للفريق الاول، يعني هو لسه شاب صغير في فريق هامبورغ اللي هو اكيد مش فريق كبير ولا حاجه يعني، مش زي البايرن، لكن تم تصعيده 16 سنة. تم تصعيده للفريق الاول، ده اصغر ناشئ يتم تصعيده للفريق الاول اكيد يعني. الناس وبعدين هامبورغ خلي بالك من الفرق يمكن الفترات الاخيره متعثره، لكن من الفرق الكبيره جدا، اسمها كبير في المانيا يعني. اكيد، لكن اقصد يعني المقارنه صعبه بينه وبين البايرن ودورتموند، لكن ده كويس جدا، انت عندك حد اوريدي جاهز يعني. انت ايه لا هتودي ده ناس هنا بتروح تعمل معايشه عشان تعرف الناس تمشي ازاي، هو الراجل معايشه هناك لوحده يعني، فانت جاي لك جاهز يعني. انت ايه احنا قلنا مثلا محمد صلاح احترف في سن مبكره فالظروف خدمته، هو اوريدي مولود هناك او عايش هناك انا ما اعرفش طبعا، لكن هو اكيد موجود هناك، فدي طبعا ده جاي لك جاهز يعني، دي عنده الاساس يعني، هو عنده الاساس والاساس موجود. انا حسب معلومات ان هو تقريبا في منتخب الشباب هو لغايه يلعب لغايه منتخب الشباب ما فيش مشكله، لكن ممكن جدا نلحق بقى نلحق عشان ده المهم. يعني امبارح في ماتش روما شعراوي عمل بصراحه ماتش رائع جدا، هو ما سجلش بس عمل اسيست رائع جدا، ماتشات كان عمل ماتش كويس جدا، دي برضو احد المواهب اللي راحت منا يعني. لو كنا مبكرا كنت تلحق الحاجات دي، فاتمنى المسؤولين عندنا يلحقوا الناس دول هم دول مستقبل الكره المصريه. اعتقد ان شاء الله ان فيتوريا مش هيفوت حاجه زي كده، لان هو بصراحه عينه حلوه وعمال يلف على الانديه كلها ومهتم بالجزئيه دي، خصوصا مجموعه الشباب، حتى كان مهتم بمنتخب الشباب اللي هو كان في دوره السعوديه للناشئين دي او للشباب اللي هو خد فيها الوصيف. اعتقد مش هيفوت حاجه زي كده، اتمنى نلحقها ومش هنخسر حاجه يعني، ده حاجه بالعكس تفيدنا، بالعكس يعني بالظبط، ممكن تكون مكسب لينا يعني ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. محسن بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا كالعاده ودايما بتنورنا في شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكر كمان لحضراتكم على المتابعه، ان شاء الله الخميس القادم حلقه جديده ويوم جديد من المحترف.